يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلى بنا إمام صلاة العيد وخطب بنا خطبة واحدة للعيد، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح، فعله ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس مثل الجمعة، فعله هذا ما هو صحيح. مش الحامل له على هذا إلا الحرص على الشذوذ والمخالفة، وهذا أمر لا يجوز لطلبة العلم أن يتظاهروا به وأن نعم.